واضح انه جاهز الولد جاهز 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 الله يوفقه يا رب العالمين. يلا اعطوا اللي بعده. 1 2 3 4 5 6 سلام. عليكم السلام والرحمه. مطلق الخالدي، ماجستير اداره اعمال تنفيذي، شاعر ان شاء الله، وبقدم لكم قصيده. شاعر ان شاء الله، شاعر وان شاء الله بقدم لكم قصيده. ممتاز. إيه؟ مطلق الخالدي. الخالدي ونعم. ما عليك زود. اقول يا تبدي اللي كان فيها الوهيب، ويا عيني اللي كان فيها شراره، ويا حزني اللي كل ما جات بتغيب، شمس العصر والحزن وكد قراره، على وليف كل ما جيت بطيب، المح خياله واتجرع مراره، كل ما بغيت اقسى واشوف اني مصيب، جيش الحزن بالقلب غير مساره، يحن له يشتاق له لو يغيب، وانا الضحيه كل يومين غاره، تعبتني يا قلب ما تعرف العيب، يا مضيع النفس العزيزه وقاره، تعبتني يا قلب يكفيك تعذيب، جعلتني محتار جنته ناره، صافح كفوف الزمن دون تثريب، ومد له يمناي والقى يساره، نصيحتي يا قلب ما كل يطيب، بعض العرب طبعه سواته المراره، ترث عليك من الوجع واللواتيب، والليل منها صار يشبه نهاره، تقدر تعيش بدونها دون تانيب، ولو شلتها ما هي عليك بخساره، نديت لك يا قلب ولا بهم جيب، وردف صوتي تار تلو تاره، عقبه كتبت لصفحه الوقت تعقيبه، ما عمر القلب ولا دماره. يا سلام وسلامتكم. يا سلام، صح لسانك، صحة ابدانكم جميعا، الثقه اللي فيك جميله وانجاز. جعل امرك طويل الله يرحم والديك، قليل من كثيركم. اربع ابيات ولا بيتين ثاني؟ اي شيء يقول اي شيء اللي عندك. ابشر. اقول اللي تحس ان في بعض المرات تكتب شيء. لا بعطيك شيء بما اني شفت العلم قدامي فما اقدر اتجاوزه. اسلم. من قال يا اسلم؟ اقول يا بلادي واصلي مجد ورقيبه سنود، تحت بيرق سيدي يا بلادي واصلي، والله ان دونك جنود في كل الحدود، من دوله والمواطن ولا من الداخلي. سلامتكم. صحة ابدانكم علي. مطلق سم غير الشعر. اعتقد ان شاء الله اني راح اذا قبلت راح اكون اضافه جميله ان شاء الله باذن الله في هالبرنامج، وانا اشوف نفسي اني اقدر اقدم، اقدر ادير حوار يعني. نعم. انت رجل تحب القياده يعني، تحس فيك شخصيه اللي والله المتسابقين. يقال لي كثيرا انا يقال لي استنى تفضل اذا قبلت في البرنامج ان شاء الله. نعم. تحس انك انت بتقود المتسابقين وتوجههم وتحس والله انك انت القائد عليهم، ولا ما بتسمع كلام اي احد؟ لا ما هو قائد عليهم. ترى دليل على كلامي الحين، انت ما خليتني اكمل كلامي. تفضل تفضل تفضل. لا انا خلصت. بس اقصد انك ما تنتظر لحد ما تكمل الجمله. حلو. تحب انك تكون حاضر دائما. الواحد دائما يحب، احنا ما جينا هنا لنكون حاضرين، احنا ما جينا عشان نتخفى، احنا جينا عشان نكون حاضرين ونكون بارزين امام الناس، يعني امام الجمهور. قناه بدايه جمهور كبير جدا. ولكن بالنسبه لسؤالك انك تكون قائد للمجموعه، كلهم ان شاء الله قاده، وكلهم ان شاء الله فيهم الخير والبركه، فيهم من افضل. تتحمل واحد عمره 19 20 مثلا قبل مثلا كمتسابق، ما في مشكله. احنا كل يقول تعال نتعامل مع كثير من الانماط والشخصيات، كثير من الشخصيات تعاملنا معاها، ما عندنا مشكله. احس موظف اتش ار تدقيق. صح والله، احس موظف اتش ار عادي يسوي لك مقابله. لو قصيت، لو قصيت في البرنامج سم، عديت القصيده في البرنامج. اي نعم. وجاك احد المتسابقين قال يا ولد قصيدتك هذه راي عادي. هل هو يعني انا لو انا بقول لك حاجه، خليني بقول لك حاجه، انا بقول لك وجهه نظري. لو جاني واحد وقال قصيدتك ذي ما هي بزينه، على اي اساس قبلني البرنامج؟ انا جاي اقدم موهبتي. اكيد يعني اللجنه ما قبلتني الا ان شافت فيني ان الشخص ده شاعر. لا مو بالضروره، لان احنا نقبل ممثل لاعب جمبازي نقبل. صحيح يعني كلام. بس انا قدمت شعر ما قدمت تمثيل. بس يعني مو بشرط ان شعرك في الجوده اللي تؤهلك لدخول البرنامج، بس انه قبلناك وقفتك في نهايه الامر. هذا رايك مطلق. لا لا انا ما قلت رايي. تفضل. انا قاعد اقول لك مو بشرط انك نقبل ويحكي الطرف الاخر يحكي رايه. مو بشرط ان انا قابلين كونك شاعر. اي بس تستقبلني عشان شكلي. اي مثلا. لا مثلا قصيت واحد انتقد قصيدتك عادي ما فيها شيء. هل هي في محل؟ هل لا 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 ما هي في محلها. ما هي في محلها؟ إيه؟ بوجه لها وجهه نظري. سمعها ما سمعها بطبق عليها القاعده الشهيره اللي اعتمدها انا. ايوه. الف صاد. ايش هي؟ انت صح. خل حلو. تتقبل يعني صدرك وسيع؟ عادي الامر. صدرك حين. وسيع؟ الامر هين بسيط جدا. كيفك مع المشاكل واجواء المشاكل؟ والله ما في ان شاء الله، الله لا يجيب المشاكل. لا عادي جدا ترى في كل بيت تحصل. في كل مو في كل بيت، في كل مكان. في اي بيئه عمل، في اي منظمه، في اي مكان لابد ان تكون في مشاكل. طالما في هناك عمل
في اختلاف آراء، طالما في اختلاف آراء في مشاكل. أنا أشوف أنه سهل استفزازه. إيه هي سهل استفزازه، يعني وجهة نظر، يعني أتوقع بالنقد مستقبلا أكثر واحد تهاوشون معه هو. ما لا ما نتهاوشون، أكثر واحد بيعرضكم. إحنا بننتقد وبيعطينا ألف صاد. إيه مدري، أنا حسيت أنه يعني تنازل عن حقك عادي. لا حقي ما تنازل عنه. هذه النقطة. أنا بوضح لك وجهة نظري حلو. ولكن إذا كان الشخص مثلا سين من الناس، لنفترض سين من الناس جاني قال قصيدتك والله أن فيها وفيها وفيها، أعطني الشيء اللي أنت تشوفه في القصيدة. إذا شفت كلامها ما هو واحد اثنين ثلاث إيه مو مقنع، مو مقنع، مو مقنع، خلاص أنت ما يحبك قال قصيدتك بايخ، خلاص مو مقنع، خلاص أنت الكلام ما راح تقول إيه على شيء. مو شو تهاوشن وياه تمسكون وياه بالحلوق؟ لا ما راح تقول له شيء. شو أقول له؟ خلاص بطبق عليه ألف صاد. أنت صح مطلق بس. مطلق أنت صح والله. ألف صاد أنت صح، شخصية جميلة، يعطيك العافية، الله يرحمك. طيب شكرا يا إياك إن شاء الله. ألف صاد أطول من أنت صح، ليش مختصرها؟ جدا حروف أنت صح. ألف صاد صح قع حق حق أربع حروف صاد ثلاث حروف يتكلم عن سبع. أنا عبالي بيقول أصد. أنت صح خمسة حروف، خمسة حروف بالتخفيضات أفضل. صح تفضل تفضل يا غالي. والله عندي اشياء حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كم السلام ورحمه الله. يمسيكم بالخير. هلا وسهلا.